إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل الصباحي المباشر صبيحة اليوم الاثنين، بداية أسبوع موفق للجميع حيث نتواجد بقلب طريق الرابط ما بين بن سليمان طوالة، طريق شبه فارغة إلا بعض السيارات قليلة تزامنا مع السوق الأسبوعي. اثنين طوالة واللي كيعمر كل يوم اثنين طرق السوق، معروف هنا بهذه المنطقة منطقة الطوالة. إذن هكذا هي الأجواء مشاهدينا الكرام أمامكم على المباشر. طريق الرابط ما بين بن سليمان طوالة خاوية، فيها ناس قليل كيف ما كتشوفوا معنا، سيارة قليلة ربما كتكون عامرة. المباشر مشاهدينا الكرام هكذا تبدو الطريق الرابط ما بين السيمان و سوق الخويل الطوالة، حيث طريق شبه فارغ إلا بعد السيارات القليلة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تي في، قليلا نودعكم هكذا هي الأجواء قلب الطريق الرابط ما بين بن سليمان الطوالة، حيث طريق شبه فارغة تزامن مع السوق الأسبوعي اثنين الطوالة. إلى هنا مش
مشاهدي قناة شوف تيفي. إلى اللقاء، نلتقي في بث مباشر آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله.